الاهتمام بالذاكرة الوطنية إحدى النقاط التي تضمنها برنامج الرئيس عبد المجيد تبون عند ترشحه لرئاسية ديسمبر 2019، نقاط قطع على نفسه عهد الالتزام بها في حال فوزه بالاستحقاق. حينها كان مجرد مترشح حر يؤمن ب 54 التزاما تمثل عماد حملته الانتخابية ويعول عليها لإحداث تغيير شامل وجذري يسمح لبلد المليون ونصف المليون شهيد من الوقوف والانطلاق من جديد. أشهر معدودة فقط منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون مهامه ليحظى ملف الذاكرة بالاهتمام اللائق به ويصنف في خانة قدسية الواجب الوطني. ففي غضون الستة أشهر الأولى التي عقبت أداؤه اليمين الدستورية لم يفوت رئيس الجمهورية أول فرصة ليؤكد رفض الدولة الجزائرية الخوض في أي مساومة عندما يتعلق الأمر بتاريخها الوطني. مجلس الوزراء مطلع شهر مايو المنصرم كان شاهدا على ذلك عندما نفى الرئيس عبد المجيد تبون أن يكون الاهتمام بالذاكرة الوطنية من جميع جوانبها مدفوعا بنزعة ظرفية، بل يتعلق الأمر بواجب وطني مقدس لا يقبل أي مساومة. موقف نابع من صميم الوفاء لشهداء ثورة نوفمبر المجيدة والمجاهدين الأخيار عززه تعهد رئيس الجمهورية في 18 فبراير المنصرم بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد بالعمل على استرجاع الذاكرة الوطنية ورفاة شهداء الثورات الشعبية من المستعمر. فالجزائر شعبا وحكومة لم تنسى خيرة أبنائها ممن سقطوا بميدان الشرف إبان القرن 19 خلال أولى المقاومات الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي، الذين ظلت رفاتهم محتجزة لأكثر من القرن والنصف بمتحف الإنسان بالعاصمة الفرنسية باريس. والثالث من شهر يوليو 2020 تاريخ سيظل خالدا إلى الأبد في ذاكرة كل الجزائريين، كيف لا وهو اليوم الذي حلقت فيه عدد من المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الجزائرية لاستقبال ومواكبة طائرة عسكرية عائدة من الأراضي الفرنسية حاملة على متنها رفاة 24 بطلا من رموز المقاومة الشعبية. فرحة تزامنت عشية الاحتفال بالذكرى 58 لاستقلال الجزائر، والتي أكد رئيس الجمهورية أنها لن تكتمل سوى باستعادة بقايا رفاة شهدائها العالقة بفرنسا واسترجاع الأرشيف الوطني. نسترجع الذاكرة نتاعنا، نعترف بالجرائم اللي وقعت في بلادنا، يبقى نتعاملوا للند للند، مصلحتك ومصلحتي واحدة، ما تديش من عندي فرنك اللي في غير مصلحتك، خلاص. معترك آخر ليس بالهين أو السهل، عادت الجزائر فتحه من جديد في عهد الرئيس تبون الذي كلف من أجله أحد مستشاريه يتولى مهمة تمثيل الجزائر في العمل الجاري مع النظير الفرنسي بخصوص الملفات ذات الصلة بالذاكرة الوطنية. عبد المجيد تبون نصب ملف الذاكرة في مقدمة انشغالات الدولة لتحسين الشخصية الوطنية، فكان لابد من محطة في السنة تتوقف عندها الأجيال للتمعن واستذكار الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري في التصدي لوحشية الاحتلال الاستعماري. وبالنظر إلى حجم الأرواح التي أزهقت في يوم مأساوي واحد شهر ماي من سنة 1945، فقد أصدر الرئيس بمناسبة الذكرى 75 لهذه المجزرة الأليمة قرارا يجعل فيه من تاريخ 8 ماي من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة، يوم يكرس لإرادة سياسية تسعى إلى إنصاف الحق وعدم التفريط في تاريخ الوطن، مع تحديد المسؤولية التاريخية لمستعمر غاشم لم يتردد في ارتكاب أبشع الجرائم طيلة 132 سنة من الاضطهاد والقهر. هذه الحقبة التي ستظل وسمة عار في جبين قوى الاستعمار وتأبى الجزائر نسيانها استوجبت البحث عن دعامة أساسية للدفاع عن الأمن الإعلامي للبلاد في بعده المتعلق بالذاكرة والتاريخ الوطني. فما كان على رئيس الجمهورية سوى أن يستجيب من خلال إقرار إطلاق أول قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ، قناة أطلت على الجزائريين في الذكرى 66 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954
يعول عليها لتكون سدا منيعا في وجه محاولات طمس تاريخ البلاد أو تزويره وتشويه ثورتها ومقاوماتها الشعبية والحركة الوطنية إلى جانب رموزها. 12 شهرا الأولى من عمر العهدة الرئاسية لم يكتفي فيها السيد عبد المجيد تبون بسن الالتزامات، وإنما سعى إلى تجسيد وعوده على أرض الواقع، فكانت سنة إنجازات بامتياز، وأكدت أن الجزائر ليست مستعدة للتخلي عن ذاكرتها التاريخية بقدر ما جعلت من هذا الملف أولوية وطنية وواجبا مقدساً.